اهلا ربا، فيك تشرحينا شوي شو عم تعملي هون؟ انا اليوم باستضافه مؤسسه روزا لوكسمبورغ فرع فلسطين والاردن، وبمثل مؤسسه تامر للتعليم المجتمعي، مؤسسه غير حكوميه في فلسطين بتشجع القراءه والتعبير في المجتمع الفلسطيني. والنشاط اللي روزا لوكسمبورغ مشكوره سمحت يعني ساعدتنا انه نقوم فيه في المنتدى الاجتماعي، له علاقه ب دعوة زائري المنتدى للمشاركة بالتعبير عن أفكارهم وآرائهم حول قضايا معينة متمثلة في الفن التعبيري اللي هو الكاريكاتير أو الرسوم المتحركة. ومن خلال النشاط طلبنا من كل زائر بيمر بيزور المعرض أو المنتدى إنه يأخذ 3 دقائق من وقته عشان يعيد صياغة وبناء أحد الأعمال الكاريكاتيرية أو الكوميكس اللي موجودة. قمنا بحذف بعض التفاصيل منها، والمطلوب من المشارك أنه يأخذ 3 دقائق لحتى يعيد بنائها. بالطبع يعني هي موجودة في تقريباً 30 عمل موجود، والعمل الأصلي موجود بالناحية الثانية من الستاند من الخيمة. وأظن كانت تجربة جميلة إنه الناس تعرفوا اختبروا ذاتهم وجربوا يعبروا عن نفسهم، ومن ثم شاهدوا النسخة الأصلية. بعد ذلك قمنا بتعبئة استمارة بسيطة تحوي العنوان، مكان السكن، والجنسية والعمر، وما رأيه بالفن أو رأيها بالفن. ونأمل من على أثر هذا النشاط إنه نعمل ورقة نشوف فيها كيف ينظر الناس للفن إذا ما كانوا هم مسؤولين عن إعادة خلقه. وهدو فيك تفرجينا مثلا واحدة من الأمثال اللي مثلا كاريكاتير لناجي العلي بيسأل مقالك اليوم عن الديمقراطية عجبني كتير، شو عم تكتب لبكرة؟ بيرد عليه الكاتب عم بكتب وصيتي. في ناس اختاروا بدل الديمقراطية الحرية، وفي ناس اختاروا أسماء كثيرة. البعض في أحد كاريكاتير آخر بيقول العربي يا رب انصر حكامنا، وبيتوجه لله، فالله يرد عليه ويقول فيني أعمل معجزات كتير لكن هذا فوق طاقتي. يعني هي فرصة وفسحة لحتى المجتمعات المشاركة تقول قولها حول موقف معين. وأعتقد أنه يعني الصور تقول كمان أنه المشاركة كان في إعجاب بالحالة، لأنه في مشاركة بصنع الحدث، مش بس يعني في تفاعل كان جوا الستاند هون الخيمة، فهذا كان شيء جميل. والناس تحدثوا سويا حول القضايا التي تطرحها هذه الرسومات، وهذا شيء كمان جميل. وأظن هي بعمق فكرة المنتدى أنه نخلق حوارات حول قضايا بتجمعنا. الفكرة وكمان في من وين جبت فكرة لهذا الشغل؟ الفكرة أنه بصراحة مؤسسة تامر بتشتغل على الفنون التعبيرية بشكل عام وعلى الرسم والكتابة. المخزون الفلسطيني المتعلق بالكاريكاتير مخزون مهم. إذا ما نظرنا للتجربة العربية كمان، في تجربة كتير مهمة زي علي فرزات، زي مصطفى حسين، حسين مصطفى، في تجارب كمان عالمية كثير من الأحيان كلها مرتبطة بقضايا إنسانية عامة، والكاريكاتير بشكل أو بآخر بيجذب كل الناس. ومؤخرا بعد الأحداث التي صارت في العالم صار الأكثر مبيعا الكاريكاتير والكوميكس تحديدا، ومن هون أجت الفكرة إنه الإنسان إذا اعتبر نفسه منحاز أو غير منحاز ممكن يأخذ 3 دقائق يناقش بينه وبين حاله حول انحيازه. فهذه كانت أصل الفكرة، والفكرة إنه كل إنسان يعبر عن نفسه، وهي كمان بقلب فكرة مؤسسة تامر. حلوة الفكرة، بتحسي كمان يعني إذا كل واحد يعني يشجع الواحد يعبر عن حاله كمان ينفع لمنهج بالتعليم، يعني هذا الشغل عن الكاريكاتير؟ طبعاً، وهذا واحدة من القضايا المشتركة بين مؤسسة تامر ومؤسسة روزا لوكسمبورغ اللي بيشتغلوا بشكل أو بآخر على موضوع التعليم التحرري.
بالتأكيد أن تكون جزء من عملية إنتاج المعرفة هو في قلب عملية التعليم الانعطاقي الذي ينعتق من كل ما هو تقليدي ونمطي، تقليدي سيء ونمطي، ويرتقي لمجتمع منتج. فالنشاط هذا يعني هو في بالتحديد يقول لكل شخص شارك أنه بإمكانك أن تكون إنسان منتج، وأظن هذا ما تحتاجه مجتمعاتنا العربية، أن نكون منتجين بأنفسنا، وهذا شيء جيد. وبالتحديد مؤسسة تامر كل فكرتها قائمة على توفير بدائل تعلمية بتشجع إنتاجية المجتمع الفلسطيني، وجزء من نهجها على مدار 25 عام حتى الآن إنها تروج لأساليب تعلم بيكون الإنسان هو جزء من عملية إنتاج المعرفة وليس فقط تلقيها، وهذا تتفق كثير مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ وبرامجها فيه. وهي واحدة من التمثلات اللي بتصور ممكن إنها تنتقل، يعني بعض الأشخاص إجوا وكانوا معنيين إنهم يكرروا التجربة، أو كمان أنا شجعتهم إنهم يكرروا التجربة في مجتمعاتهم، وهذا إشي كتير مهم لأنه الأفكار الجيدة بتنتقل هيك كالريحان. حلو، لأنه أنا كمان هلا كنت بدي أسألك شو تجربتك هون أو ليش المنتدى مثلاً مهم لإلك كحدا يشتغل بهذا المجال بس كمان كفلسطينية؟ طبعاً يعني على مستوى يعني قراءة التجارب العربية كتير مهم من زاويتنا. على سبيل المثال أحد الكاريكاتيرات لناجي العلي أو لجوساكو، جوساكو يعني ليس بفلسطيني إنما يعني الكثير من الرسوم المتحركة اللي بيصنعها عن فلسطين، لكنها إذا ما وضعت في سياق عربي مهم للفلسطيني يفهم كيف العرب وغير العرب أيضا من زائري المنتدى ممكن ينظروا للتجارب اللي الفلسطيني بيعتبر إنها أحيانا بديهية، أحيانا مهمة، أحيانا أقل أهمية، لكن تجربة جماعية دائما مهمة عندما يتعلق الموضوع بالقضايا الإنسانية. ولحتى الفلسطينيين يكملوا بعملية الحفاظ على إنسانيتهم لازم يكون في تواصل بينهم بين الشعوب الأخرى، وهذا النشاط إذا ما توفرت قراءة نقدية في مخرجاته أظن سيتمكن من تحقيق شيء لو بسيط في عالم قراءة التعبير والفنون البصرية بشكل عام في مجال التعلم وإنتاج المعرفة. فأكيد تجربة غنية للي شاركوا متأكدة، وتجربة غنية لإلي ولمؤسسة روزا لوكسمبورغ ولمؤسسة تامر إنه الواحد يطلع على كيف ناس من خلفيات مختلفة بتقرأ الحدث أو بتقرأ الفعل الفني.